مشاهدينا وين ما كنتوا بدي احييكم، وبالطبع كل الانظار اتجهت اليوم الى نيس الفرنسيه. يمكن الكل بيقولوا نحن شو دخل لبنان بفرنسا، او نحن بنقول انه دائما اين يقع الارهاب مفروض يكون في تضامن، فكيف اذا كان نيس يلي فيها كثير هالمدينه من اللبنانيين يلي ساكنين فيها يلي بيقصدوها كمان للسياحه، ولانه كمان نحن عم نشوف صوره كثير مؤثره ومعبره هي هاللعبة يلي قرب الجدة. يعني هذا السائق، سائق الشاحنة الأرعن يلي راح بكل الناس، مميز بين كبير وصغير وطفل وعجوز وفرنسي وغير فرنسي، كان همه الوحيد هو الإرهاب فقط لا غير. فنحن أكيد بقدم تعازينا لكل أرواح، على أرواح الشهداء بتسميهم يلي اليوم كمان عم يدفعوا دمن الإرهاب، وبالوقت ذاته بنتعاطف أكيد معهم، وكمان بنطالب يكون في تحقيق، وبنطالب كمان يكون في جهد دولي، لأنه الإرهاب عم يترك وين ما كان، يعني ما له بقى محصور في مكان واحد، وهيدا شيء كتير مؤذي، أكيد الدين ما بيسمح فيه، وأكيد مفروض كل الجهود الدولية تنصب لحماية الناس ولإيقاف هذا المسلسل البشع، واللي هو بكلمة واحدة بقدر أقولها اللا إنساني، ويلي كلنا بنتمنى أنه ينتهي وبأقرب وقت ممكن. متابعة. بمتابعتنا بدي انتقل لمدينة بلونة في كسروان مع رئيس البلدية دكتور بيير مزوق، يعطيك العافية. الله يعافيك. يمكن هيدي أول إطلالة بعد الانتخاب جدد لك مع مجلس بلدي جديد، بدي أقول لك مبروك دكتور، وبدي أقول مبروك دايما لبلوني يلي احتفالات مر الياس كلها مجانية، ويلي هي طبعا لتزرع الفرح لأبناء المدينة، وبالوقت ذاته لهالناس اللي بحبوا يقصدوا، لما بيكون احتفال من هالنوع مجاني للكبار والصغار يعني تشكر عليه المدينة والبلدية خصوصا. تسلمي. أنا بالبداية أنا اتصالي بداية هو بموضوع تصفية الطرقات، طريق تعرف حكيناك فيها الأم أ، وعم بيقولوا الأم كاتر سوري، وليه بعد ما تزفتت وقديه بعد في طرقات بدها تصفيت ببلونة؟ أول شيء من حق المواطنين كلهم إنه يطالبوا بتصفيت وتعبيد الطرقات. أنا خلال الست سنين الأولية اشتغلت على تعبيد الطرقات وتصفيه الطرقات بما يقارب ال 100,000 متر مربع تقريبا. انا ما بدعي ابدا انه قادر زفت كل طرقات البلده، مدينه مثل بلونه 4 ملايين متر مربع اكيد رح يتلاقى كم طريق بعدها منا معبده ومنا مزفت، بس هذه الام كاتر انا كنت واعد كثار من المواطنين فيها لانها طريق كثير مدمره كان. كنت واقف انا والمتعهد وعم بشتغل عليها للطريق، بيكون صدق فرق احد الاشخاص يلي بتعرفي اليوم بسياسه الضيعه بيبقى في البعض يلي مش موافقين على نتائج الانتخابات، نعم شفنا واقفين نحن المتعهد صار بده يصور ويفرجي انه ليكوا هالطريق فيي، هذه الطريق من خلال 48 ساعه رح يبتدي العمل فيها ورح ناهلها كلها كامله من اولها لاخرها مثل كتار من الطرقات، بس انا باكد لك انه اكيد رح يبقى بعض الطرقات كمان بدها شغل. عم بشتغل هلا مع وزاره الاشغال على بعض الطرقات الكبيره يلي بتكلف 160 و170 مليون يلي بتفوق شوي قدرات البلديات حاليا، بتعرفي مواردنا ضعفت بنرخص من جبالي، يعني صار في نتفه ضعف شوي صغيره بموضوع الرخص، تجار البناء ما بقى كثير عم بيقربوا على الرخص ضعفت بهالاوضاع، والدوله ما عم تعطينا اموالنا، يعني مش قادرين كثير نتحرك، بدي اطلب من المواطنين شوي يتريثوا نتفه صغيره، نحن واعيين على كل المشاكل، نحن ماشيين قدما بنشتغل لكل الطرقات لكل مطالبهم، بس اكيد بخطه ثابته واكيده. هيدي من ناحيه الطرقات، وهيدي الطريق الام 4 باختصار، هيدي خلال 48 ساعه رح نبلش نشتغل فيها، بوعدهم انه من هلا لاسبوع بتكون منتهيه كلها سوا. كثير منيح، وبقية الطرقات بتجي تباعا ان شاء الله يتجاوبوا معكم مع الوزاره، لانه بالفعل اليوم اذا عندك بعد عدة طرقات ايه بتكلف كثير، يعني ده بده يكون موازنة بلديات حتى تقوم بالزفت، شغله منها لعبه. انا بدي اقول لك اكيد يعني ان شاء الله يكون وصلهم الجواب، ويلي ببلوني بيعرف انه في اشغال، يعني بيكون عم بيشوفها كيف عم تتاهل الطريق، وعلى امل الطرقات الثانيه واخذين كل الاحتياطات الامنيه اللوجستيه لاحتفالاتكم يلي بتبلش نهار الاثنين.
اكيد اهم شغله مدام ربيكا مثل ما تفضلتي وقلتي، اهم شيء نحن الشعب اللبناني ما رح نتراجع طبعا. اذا في كم واحد حابب يوتر الاجواء او يخوف الشعب اللبناني، الشعب اللبناني بشكل عام واهالي وسكان بلبون بشكل خاص ما رح يخافوا، ما رح يخافوا يتقوقعوا ويقعدوا بالبيوت يقولوا لا خفنا بدنا نوقف المهرجانات. نحن ماشيين بزخم اكبر. مشروع صيف بلبوني ابتدى بعيد الموسيقى كان كثير ناجح، مستمر معنا ب 17 18 19 مع افتتاح مع الفنان جورج نعمه 17 تموز يعني نهار الاحد رح نبلش. نهار 18 رح يكون معنا الفنان الكبير محمد خيري يلي كثار بحبوه، هو بغني الاردود الحلبيه، هو قرابته لصباح فخري، الفنان صباح فخري، واكيد بغنيهم بطريقه كثير مودرن وحلوه، هو هلا عنده جمهوره الكبير والواسع. ب 19 ثالث عيد بارلياف عندنا الفنان الكبير الموسيقار منحي بركات مثل العاده رح يشرفنا بليله العيد ورح يحيي هالسهره. اللي عرفته انه كل هذه السهرات مجانيه يعني ما يعني مفتوحه لكل الناس كلها مجانيه وللاطفال نعم. للاطفال شو عاملين؟ للاطفال كمان نحن ب 2021 و22 عاملين كيدز فيستيفال، هو مهرجان للاطفال يبلش ب 20 بسيرك، سيرك انسيال رح يعطيهم سهره للاطفال، ب 21 رح يكون في تياتر عنا، ب 22 رح يكون عنا مشاغل تدريبيه على الات ايقاع بيجوا الاولاد بفشلوا اساميهم، بتعلمهم فرقه خاصه بالايقاع، فرقه كثير مشهوره بقياده الاستاذ بلبان، بتعلمهم للاطفال جبناه قبل برا، كان كثير الاندفاع قوي عليه من الاولاد وكان كثير ناجح كسهره، اكيد سهره مش بالليل هي سهرات من بعد الظهر بتكون ابتداء من الساعه احتفالاتهم نعم بعتقد. وبعدين نحن في كمان عندنا معرض ما بنوقف هون، نحن بمشروع فايس بلوني عندنا معرض بحديقه بالحديقه العامه جاردان ديزاد من 28 ل 31 تموز، من 28 ل 31 تموز، معرض فني حرفي تراثي في لوحات زيتيه لكبار الفنانين من فنانين محترفين الى فنانين كمان هواة، مفتوح للجميع بطريقه مجانيه حتى تكون الاسعار تشجيعيه اللي بيطلع بيزور هالمعرض، رح يكون في خلال هالفتره من 28 ل 31 امسيات ثقافيه، رح يكون ب 28 عندنا ارتيف ساتيون مع دونا خليفه رح يدقوا لنا جاز لمحبي الموسيقى الجاز، ب 29 رح يكون عندنا سهره شرقيه مع الكونسرفاتوار الوطني، وب 30 رح يكون عندنا توت لا فيل شامب اي دانس مع فرقه دوريميون كثير منيح يعني بالعكس انا هون من خلالك بدي احيي اكيد كل يلي عم بحضروا معكم، وبالوقت ذاته بدي اقول هيدي مساحه فرح على الكل انه يستفيدوا منها. انا بدي اشكرك رئيس بلديه بلوني، وبدي هون الفت انه كل القرى والبلدات اللبنانيه والمدن يلي عم تعمل اليوم مجهود كثير كبير لمهرجانات لاحتفالات حتى تفرح بالصيف وحتى الناس هيك كمان تتنفس، بنقول مش كله نق ومش كله تعب، يعني كل الناس عم تتعب عم تشتغل شغله واثنين وثلاثه، بحق لها ببعض الفسحات من الفرح للكبار والصغار، يعني ما توفروا خصوصا انه مفتوحه مجانا، يعني مجانا حتى تقدروا تستمتعوا، لانه في كثير ناس يمكن ما عندها امكانيات انها تدفع بيه مرات، هيدي فرصه اليوم انكم تستفيدوا من كل الاحتفالات المجانيه حتى كمان انتم بحق لكم تفرحوا بالصيف وبالعيد. اتصالاتكم مشاهدينا على 0444444 باخذ اول اتصال لليوم. الو الله معك. اهلا معك فيكتور عبود من اليازا ببعبدا. ايه اهلا استاذ فيكتور، اهلا وسهلا نشكر الله. ايه اهلا. لنرجع للقصه القديمه اللي صار لها شهرين ثلاثه تبعت المطار البريد يلي تحت مني تبع الاوجيرو ولا اجوا حضرته لهون وإلك علم انه اجوا واتصلوا فيه وقالوا لي ايه لانه نحن بنظبطه بيومين ثلاثه بعده لغايه هلا، هلا اذا بتسمعي سجل عندي وتسمعي صوته لا يطاق، هيدا ناهيك عن الروايح ناهيك عن بس انه ما بتجوز مطار عمره 50 سنه عم تشغلوه بين 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 البيوت، لو شي واحد اللي بيبيعوا كهرباء للعالم كانت قامت لقيمه العالم كله عليه. لقلك شغله نحن استاذ فيكتور وقت اللي حكيتنا تواصلنا من مكتب معالي ومثل ما شفت بعتوا حدا وقالوا انا افتكرت انه مش الامور تري، لا طلعوا كشفوا وما وقفوا هون. اوكي قال لي ثلاث اربع ايام انا بس صاروا ثلاث قلت لك كنت مريض يومتها يعني على اللبناني ثلاث اربع اشهر
لا ما بتجوز هيدي انه ناطرين واحد يعمل اشي سلبية لحتى ينفذوا له الشغلة يلي بدها خمس دقايق لتنعمل. لا ما بتجوز هيدي. اكيد معك حق. هيدي معهم. نحن ما رح نعمل اشي سلبية، نحن بعيد عن امور. لا على كل حال الاشياء اللي عم تعملوا بيعملوها اشياء سلبية العالم لحتى وين ينفذوا لهم، اذا ما عملوا شيء سلبي ما بينفذوا لهم. على كل حال استاذ فيكتور رح نرجع نتابع فيه. ما رح تخليني. وصلت الجيران عم بيقولوا لي يا عمي كتر خيرك ونحن معك، واذا بدك شو بدنا نعمل معارض ونعمل كذا ونسكر طرقات، نحن ما بنعمل هيك امور. استاذ فيكتور اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، رح نرجع نتابعها. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو اهلا. مرحبا. الي ساعه ما اطلع الخط. تفضل. بدي احكي مع مدام روبيكا. معك تفضل. معي نهارك سعيد مدام روبيكا. اهلين. يعطيك العافيه. اهلين. لك يعني الكهرباء بتجي عنا ربع ساعه بتنطيها، بترجع تجي عنا ربع ساعه بتنطيها او ساعه اذا كترت. وين؟ بونتليز. وين بونتليز؟ مش معقول يعني، حرام لزعت لك كل الدنيا. ليك لما بتكون عم تجي وبتروح هيك بيكون لسببين، او بيكون نعم. لما بتروح وبتجي بهالشكل هيدا وبسرعة لسببين بيكون، أو بيكون في تعليق حدا عم يسحب، أو بيكون في عطل عم يتصلح. رح نرجع رح نحكي الكهرباء. فإذا شارع معلوف. أوكي أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو أهلا. بدي أحكي مع مدام ربيكا. تفضل. معك ربيكا. معك اوكي. معك توني صليبه من بلده الرايد. اهلا مسيو صليبه. اهلا فيكي. في عندنا مشكله بالمي مقطوعه صار اكثر من 25 يوم تقريبا، جابوها لعنا يوم واحد وكانوا عم يجيبوا لنا اياها 48 ساعه، بيقطعوها 48 ساعه. نعم. هلا ما عم تجي ابدا؟ هي في حالة بخصوص المي. وين الرعيد بتصير؟ بأي بلدة؟ بأي منطقة؟ في فوق ريا تقريبا. انتوا تابعين لزحمة يعني، هي تابعة لمياه شمسين. مياه شمسين، اوكي. إذا سمحتي بركي بيتعالج الوضع من عندكم. إن شاء الله، أهلا وسهلا فيك، تكرم عينك. كمان اتصال. ألو. إيه ألو. إيه تفضل مسيو. يلا. انا عم بسمعك تفضل. ها مدام ربكة. تفضل. كيفك ستان؟ انا منيحه. لكن بدي بخصوص قانون السرجه كانوا عم بيقولوا عنه. نعم. في عندنا شغله، هاي الاوتوبيسات عم تطلع من المكلس على بيت مري او من نهر الموت على مثلا بعبدات وعلى المناطق، هاي الاوتوبيسات عم بتشحطر ورقه وكل هذه بتطلع بالنهار مليون ليرة. في كاميونات كمان الدخان وراها كمان غريب عجيب، خصوصا هدول اللي بينقلوا اشترى المأكولات للتكاكين، عم بيبيعوا تكاكين كلهم عم بيطلعوا أموال. الله هذي وين قانون السير؟ وين قانون؟ أول شيء يسووا هذي قضية تدخين السيارات. معك حق أصلا مسيو خوري، أصلا في قرار يعني متخذ وفي قانون رقم 392 يلي بوقتها انه منع الاشابمونات يلي بتطلع، يعني اول شيء هالدخان كله يعني بدون تظبيط، ممنوع المازوت يلي بيطلع كمان هذا الدخان، وبالوقت ذاته يعني كلها اكيد هيدي تلوث. معك حق. فكيف اذا بسيارات الدوله ونقليات الدوله اقله يبلشوا بالنقل المشترك تبعهم، ما هيك؟ أكيد. وبعدين إنه هاي السيارات اللي عم تشتغل مدام ربكة عم بتطلع مصاري كل يوم بلاوي، يعني بيسوى يظبطوا الإشبمون تبعهم. مزبوط. على كل حال أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك مسيو خوري. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا دايما عبر الام تي في. باخذ اتصال جديد. ألو. الو. هي بونجور. بونجور مدام. تفضلي. بدي اسالك، انا قاعده بمنطقه بلونه. نعم. وما في تغطيه للام تي سي التاج. بالمره ما في تغطيه، وحكيت معهم انا كذا مره بيقولوا لي ما في محل نحط الانترنت. يعني ما بعرف اذا فيكم تعملوا شيء يعني بدنا نشوف مع الام تي سي اذا جاوبوكي بدهم محل تيحطوا انترنت تيصير في تغطيه. يعني بنحكي مع التاج تنشوف.
ما نحكي مع الشركة اللي راح يدوري. نعم. لأنه هي بتقلي إنه دوري أنت على محل. بتقلي دوري أنت على محل وأنا بيجي بحط الأنتين. معقولة يعني؟ لا أكيد. يعني هذا الناقص المواطن بعد. هذا الناقصكم بعد. أهلا وسهلا فيك. أنا بدي دور حطها. عم خبرك يعني شو هالحل؟ يعني شو هالحل؟ يعني ما يبيعوا خطوط على منطقة بلونة أو المناطق يلي ما فيها تغطية، يكونوا صريحين يقولوا إذا ساكنين بالمنطقة الفلانة والفلانة هيدي ما فيها تغطية، ويتركوا المواطن على حريته، بس ما فيهم يبيعوا الخط ويعرفوا من أي مطرح ويقولوا له نبشنا على الحال. كيف هي؟ كمان اتصال. ألو. ألو. أهلا مسيو. إيه بدي أحكي مع مدام ريبيكا. ريبيكا معك تفضل. إيه كيفك؟ رجن جاي معي. أهلا أستاذ رجن. الناشط البيئي. الناشط المدني. المدني البيئي، أهلا وسهلا فيك، تفضل. ميرسي، أنا بس بدي أعلق على الكلام اللي حضرتك قلتي عن قلتي امبارح بخصوص وصلة المنصورية، أكيد حضرتك نقلتي عن شركة الكهرباء. مظبوط. يعني بيكون قالوا لي هيدا البيان يلي وضحوا فيه موضوع تقنين الكهرباء تبع بيروت، لأنه مثل العادي، هيدا البيان يعني. نعم. ما مثل العادي، مثل العادي، بقى أنا بس بدي أوضح لحضرتك ولكل المشاهدين انه مش صحيح هذا الكلام، وانه خط الحرش عرمون ليس مرتبط بوصله المنصوريه، وانه حتى لو موصوله وصله المنصوريه كل ما هو ما عندنا انتاج بلبنان كهرباء، كل ما هو ما فينا نعوض عن شيء. خليها تكون واضحه للجميع. لهالسبب افترضي انه الوصله معموله، طيب نحن كيف بدنا نرجع نعوض هالاستهلاك الاضافي اللي عم بيتم بهيدي المنطقه اللي حكوا لك عنها مثلا الحرش عرمون؟ بدي اقطع عن غيره نفس الشيء. اور نحن اليوم منطقة الحرش ومنطقة عرمون ما هي موصولة بالجمهور، وهي موصولة ببصليم، وفي خط تحت الأرض رايح من الجمهور واصل على البسطة ومن البسطة على عرمون. طيب نحن بس يكون هيدا الوصلة، عم ينحكى بتنعطى على بصليم. لا 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 لا، ما في، مش مظبوط هالحكي. هيدي الخط ال 220 هو خط لربط كل الخطوط تبع لبنان، يكونوا كلهم مربوطين ببعضهم. نعم. بس نحن بس نيجي نحمل وصله المنصوريه كل قطع الكهرباء بتصير او كل بحيلا منطقه من بيروت والضواحي، وبعد شوي رح يروحوا لنا صوب عكار ويقولوا الحق على وصله المنصوريه. لازم نكون دقيقين. مشكلتنا اليوم بشركه الكهرباء بوزاره الطاقه انه ما في انتاج كافي، واي تعويض لاي استهلاك اضافي ما راح يتم الا ما يكون في انتاج اضافي. ما عندنا انتاج، نحن ما فينا نامن حتى لو الوصله موجوده. وحتى اليوم هم اذا حقيقه بدهم يعطوا لجماعه عرمون ولجماعه الضاحي كهرباء راح بيقدروا يعطون، مش مضبوط انه ما بيقدروا، لانه في خط ال 150 الماري تحت الارض من الجمهور اللي واصل على الحرش واللي واصل على البسطه واللي واصل من هونيك على عرمون. بس شو راح تكون النتيجه؟ راح تكون النتيجه انه بدهم يعطوا اقل لبيروت لا يعطوا اكثر لضاحية بيروت، وهيدي هي المشكله اللي ما بدهم يعملوها. بقى انا بعتقد خلي غيروا بقى خطتهم على القليل الايام الصيفيه. اهالي ضواحي بيروت مهمين قد اهالي بيروت، وخصوصا انه ما في شغل بعد الظهر ببيروت. طب يقدروا بعد الظهر يخففوا شوي من الكهرباء، يعملوا تامين ببيروت ويعطوا لهالعالم اللي عايشه برات بيروت اللي هي بمئات الاف العالم، وما يقعدوا يكبوها مثل هالاجوبه الجبانه هيدي نركبوها على وصله المنصوريه. استاذ رجا، استاذ رجا، يعني بالعكس. نعم. شكرا كثير لمداخلتك وللرد يلي، وانا كنت بتمنى امبارح اذا سمعتني قلت يعني قبل ما وصلت المنصوريه بدنا استراتيجيه، بدنا كهرباء، متكلين على البواخر والبواخر كلها تلوث كمان، وهلا نيل احد شركات البواخر متعد بقول انا بعد مستعده اعمل لكم بواخر اكثر، يعني بعد شوي. يعني احنا قاعدين ما عم نخطط شيء الا بس نتكل على البواخر اللي هي كمان عم تعمل تلوث، ونحن كل الافكار اللي عندنا اياها وكل الخطط وكل الدراسات وكل الخبرات حطينا على جنب ومتكلين على ابسط الحلول، والمواطن عنده دائما يعني اسير البيانات واسير قطع الكهرباء. وحضرتك تفضلت وحكيت شيء منه، اهلا وسهلا فيك دائما. كمان اتصال. الو. الو. اهلا مسيو. بونجور. بونجور. سيد رابيكا. نعم. وحياتك بخصوص الاعدادات بالمي اللي راكبين بزلتون. ايه لخبرك، اليوم كنت عم بحكي مع المهندس فادي خلاف اللي هو مهتم بهذا الموضوع من قبل
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. نعم. العدادات هيدي بدت يعني بدت تتعمم على كل لبنان، يعني هلا كمان بروجي الجديد بالأشرفية مثل ما عرفت، وهيدي العدادات قديش بتصرف قديش بتدفع؟ وأنا سألتهم اليوم إنه طب في ناس ما بدها، فيها تقول ما بدي؟ لا ما فيها تقول، لأنه هيدي استراتيجية متخذة على صعيد عدة مناطق وعم تمتد، يعني ما رح تكون بمنطقة مع جلتون أو كسروين فقط. نعم. عرفت؟ إيه بس نحن قطعنا مي 15 نهار. نعم. وقفت العربية المصرية وحكيت لهم المهندس. نعم. مدينا شبكة كانت من سنة. نعم. قص الشبكة. ايه جيت انا قلت له بتوقف الشغل، فضل معي على الشبكه الجديده. نعم. فتحت المي بالشبكه الجديده انا، قلت له عمر معروف قص القصر وصل على الشبكه الجديده، وصلته مضبوط؟ مضبوط. وعطيته المصاري. اوكي؟ نعم. بس اليوم لما بدي ركبه بعجلتون بثلاث اربع بنايات، وبس تيجي المي اللي بيشتغل العداد دوب لما ببلش تنفي، وقلنا لها اياها لمدام عزاد، وبعد القصه زيتها، نحن ما حندفع على العداد الا ما يركب بال 10452 متر مربع. لا لا شو بيقولوا انه بس عجلتون والاشرفيه يركبوا بالغربيه ويركبوا وين ما كان. بعد نص عجلتون ما فيها عدادات، بالقلعات ما فيها، بسهيلي ما فيها، بجعيتها ما فيها، بالبوار ما فيها، بكل لبنان. ليش بدي انا بدي ادفع مي على العداد؟ ماني عم بصرف بنزين اول. لا لا عم بصرف مازوت. استاذ لما بياخذوا مني اشتراك وبعدين ما قدموا بلان انه انا بصرف على العداد، قديش العداد بيصرف على الألف لتر قديه؟ ما قدموا. عم تيجي فواتير باهرة كل ثلاثة شهور 400,000. أنا عم ادفع على 400,000 مش كل ثلاثة شهور لشو عندي سكنة؟ طيب لأقول لك شغلة، هلا لما عم تطلع فواتير عالية لأنه إذا في حدا مقطوع من المي بياخذ من عدادك يمكن، يعني كنت اليوم كثير ناقشت الموضوع، يعني لأنه في أحدهم متلفن لي من بلوني وأنا بشوى مسيو شليلة وأنا اللي بديله إذا كان على السمع، إنه نحن أنا حكيت مع المؤسسة لما بيطلع مرتفع لهالدرجة بيكون حدا آخذ من الاشتراك تبعه عداده، وهيدي كتير مهمة، واحد يحافظ على عداده كمان ليعرف هو ما يعطيه هيك للناس وللجيران وللمقطوع. عرفت؟ أنا بعرف قصة الكهرباء وقصة المي، كنت مع الوزير سابقا، بعرف كل الكومبينات وقلت لها إياها وبعدني بقول لها إياها. أنا بقول لها إياها ومستعدة بلا وجهها على التلفزيون، أنا بحكيها شو اللي صاير، ما حدا بيضحك على العالم. هيدي قصة المي بكل دول العالم لحد هلا بلبنان عم بقصوا العصافير، عندنا بتلف العصافير السوريين بياخذوا مي. كيف بتقدر تمنعهم؟ كيف أنا بدي ركبوا لي عندي ببناية وبناية ثانية ما فيها شحطون؟ بعدين هالجوع كانوا بيجيبوا لي كل شيء في شغل سوريين بيشتغلوا بالمي، أنا لو كنت ما خليتهم ركبوا. أنا لو كنت ما خليتهم ركبوا. يعني عم بحكيك شيء طبيعي، اليوم نعم. في شيء بلان بيطلع مثلا بمنسوب جمهوري، يا بيركب بكل لبنان، بيقضوا من كل لبنان، مش بس بدهم يقبضوا من فلان ومن فلانتين. أنا بعرف إذا عندي أو ما عندي. بس إذا أنت شاهد من الأهل، يعني أنا صورت لها فيديو. أنا أهلا وسهلا فيك، يعني أنا علي إني حتابع هالمواضيع وشو بيقولوا لي مقتنعة أو مش مقتنعة، هيدا أجوبتهم للأسف، يعني مش عم تقنع حدا. آخر اتصال لليوم. ألو 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 ألو. تفضلي، من طميش عم تحكي، تفضلي. بونجور. بونجور، تفضلي. مدام ربيكا. نعم تفضلي. معك جوزفين نهرة، ساكنة بقرية طميش. أهلا فيكي مدام، ما تسمعيني على التلفزيون عم تاخدي وقت، قولي لي شو مدام ربيكا. نحن قاعدين بطميس، قلنا من نهار الأحد بلا مي وما عنا مي، طلبنا الستان بده 30,000 على 1000 لتر، معقولة هيدا حال يعني؟ لا مش حال. طب شو الحال يا مدام ربيكا؟ نحن اتجهنا لإلك لحتى تلاقي لنا حال، يعني اليوم. عندي أنا ثلاث أولاد ونقطة مي ما عنا، عم نشتري ال 1000 لتر ب 30,000. مدام بدي أقول لك شغلة، هلا نهار جمعة إذا بسطهر احكي وما بلاقي حدا، عرفتي؟ يعني بدي أشوف، أكيد بدها حال، بس ما حدا حكيني كل الجمعة إنه طميش ما عندها مي. يعني هلا عم بسمع من حضرتك، نحن رح نتابع مع مياه بالمتن لشوف شو القضية. أهلا وسهلا فيك. وأنا هون كمان بدي أقول قبل ما ينتهي الوقت، أنا وصل لي بالبريد إشعار بالاستلام من الليبون بوست من السيد فوز البرادعي، كتاب كان موجه لمعالي وزير الداخلية والبلديات،
هو عضو مستقيم للبلدية المقالة بدهر الأحمر بتاريخ 13/5/2013، يعني قبل ما تصير هالانتخابات الأخيرة. الموضوع هو بعد ما تقدم بدعوى بتاريخ 28/3/2013 مرفقة إلى النيابة العامة المالية، أحيط للنيابة العامة بزحلة ببداية العام 2015، وحتى تاريخه ما انبت بعد بمضمونة يعني. واليوم أكيد عم يحكي شو صاير معه. أنا بدي أقول لك أنه مدام صارت بيد القضاء يا مسيو فوزي، وطبعا يعني أنا بتمنى يكون في متابعة لها وتاخذ حقك يعني مثل كل يلي يعني. طبعا القضاء هو بيفصل دايما بالحق. صورة اليوم نشوفها سوا. هيدي الصورة يوميا كل يلي عم يطلعوا من المتن السريع او عم يجوا من مرشعيا باتجاه بعبدات، اكثر من ساعة حتى يقطعوا كيلومتر واقل يمكن. يعني هيدي صورة من الصور، هيدي امبارح الساعة 6:30. ما بعرف المواطن أي ساعة لازم يوصل على بيته إذا بده يقعد، إذا كل كيلومتر بياخد معه ساعة. طيب مين مسؤول عن هذا الموضوع؟ ما بعرف. وفي شيء تاني كمان على طلعة المتن السريع، أنا بدي ألفت نظر سائقي الشاحنات يلي طالعين بسرعة أكثر من جنونية، ينتبهوا على حالهم شوي. نهاية أسبوع مريحة، بعطيكم موعد التنين، إلى اللقاء.